عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله جاي لكم فيديو جديد وحاجة جديدة كده يا جماعة هنعملها مع بعض، لأن دي يعتبر تاني يوم استقبال الفراخ البيضة أو دورة الفراخ رمضان بإذن الله. كل سنة وأنتم طيبين. فإن شاء الله يا جماعة هنعمل حاجة كويسة جدا هتخلي الفراخ دايما صحتها كويسة، مش هتخلي الفراخ تموت معاكي. يلا يا جماعه نسمي الله، نعمل لايك كده للفيديو، واللي لسه بيشوف قناتي يا ريت يعمل اشتراك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. ويلا بينا نخش نشوف الفيديو بتاعنا النهارده لتاني يوم بيقول ايه. اول حاجه زي ما انتم شايفين ما شاء الله الفراخ صحتها كويسه معايا اهي. وطبعا انا كنت قلت لكم على الاستقبال عشان الناس اللي لسه بتشوفني النهارده لاول مره. اول حلقه يا جماعه اتنشرت، يعني يعتبر اول حلقه انا بستقبل فيها الفراخ. اللي لسه بشوفني ممكن يجيب اول حلقه دوت وتشوف هيستفاد برده منها كتير ازاي انا مستقبل الكتاكيت ده يا جماعه. تاني يوم بقى انا قلت لكم تاني يوم انا بعمل حاجه كويسه جدا للفراخ علشان ما تموتش معايا ولا الفراخ تتعب ولا تكش. زي ما انتم شايفين يا جماعه اول يوم انا كنت برشلهم على الارض، النهارده بقى خلاص هم اتعودوا على الاكل وبقى ياكلوا من العلاف. فعشان كده انا حطيت لهم العلاف علشان ما ينفعش ان انا احط العلف على الارض يجي على فضلات ولا اي حاجه. اول يوم بس اللي احنا بنرش كده شويه على الارض علشان الفراخ تعرف تنقر وتعرف ازاي تنقر العلف. تاني يوم بقى حطينا العلف في العلافه اهوت. طبعا انا قلت لكم اول يوم انا بستقبل الفراخ في حاجه واسعه كده عبال بس ما بستقبلهم واصورهم لكم، انما بعد كده بنحط يا جماعه الفراخ في كرتونه كبيره واسعه وبنوصل لها لندا على حسب بقى وسع الكرتونه معاكي. لو كرتونه صغيره شويه بنحط نواسه، لو الكرتونه معاكي واسعه قوي بتحط لمبه اللي هي متوط. تمام. الجو طول النهار بيبقى يعني دافي وحلو وممكن تفصلي اللمبه بالنهار وتقيدها لهم بس كده يعني نص عصر ولا حاجه. ممكن برده من وقت للتاني تاخدي الفراخ كده اهوت زي ما هي بكرتونتها وتقومي حاطاها في بلكونه عندك يكون فيها شمس ولا حاجه، بس المهم يكون نص المكان شمس والنص التاني دل. على اساس الفراخ ممكن لو هي مستلطه للشمس قوي تيجي لها خبطه شمس ممكن لا قدر الله الفراخ تتعب منك وتموت. يعني علشان بس الفراخ تبقى صحتها كويسه من وقت للتاني بنحطها بس 5 دقايق كده في الشمس ولا حاجه. على اساس الشمس كويسه يا جماعه بتبقى حلوه للفراخ. انا على طول بعمل كده. تمام. فاحنا على طول يا جماعه بنحطهم في قلب كرتونه واللي خلاص المكان بيبقى تحتهم نضيف وناشف، ما بنسيبش المكان مبلول عشان الفرخ ما يتعبش ويفضل الفرخ كشش معايا. لا، دايما الفرشه بتبقى نضيفه. لو انت عندك كرتونه طبعا انت تستقبلهم اول يوم وتاني يوم وتالت يوم في كرتونه، يعني ممكن تقعدهم 3-4 ايام كده في كرتونه. بعد كده ان شاء الله بتخرجهم بقى في مكان واسع عندك، عندك بوكس واسع، عندك بلكونه كده زي ما انا بحط فيها. فانا يا جماعه من تاني يوم بحطهم في كرتونه كده وبوصل لهم نواسه يا دوبك على قدهم. النواسه بتبقى كويسه جدا لان طبعا الجو حر زي ما انتم عارفين، ما عادش بقى برد اللي هو زي الاول بقى اللي كان برد الشديد الاول ده، لا. فانا جبت لكم هنا بس في قلب المكان دوت على اساس ان انا اعرف اصوره، لان تصوير الكرتونه ده يا جماعه بيبقى صعب وما بعرفش اصور في الكرتونه. تمام كده. فاحنا كده لغايه دلوقتي ماشيين كويس جدا، ولو مشينا على التعليمات ديت هنبقى حلوين قوي. طيب اللي بعد كده ايه يا جماعه؟ خلي بالكم بقى وانت حاطه الفراخ عندك في الكرتونه ما تقفليش عليها قوي، سيبي ربع الكرتونه مفتوح. تمام. يعني اقفلي الثلاث ارباع، غطي الثلاث ارباع وسيبي الربع مفتوح، ده علشان الفراخ تبقى متهويه وكويسه معاك. ما نجيش بقى الفراخ تعرق معانا وتتكوم ونبص اللي بتوصل عماله بقى تسوي تسوي ونقول الفراخ عماله تسوي وما بتاكلش ومتكومه. لا، ده بيبقى يا اما الفراخ عرقت منك يا اما الفراخ سقعانه، ده حاجه من الاثنين. طيب علشان بقى ما نطولش عليكم نخش يا جماعه في نشوف دواء الاستقبال اللي انا جبته النهارده ايه. ده يا جماعه ده زي ما يعني زي ما عودتكم دايما ده اسمه دواء استقبال، يعني بيبقى عباره عن مضاد حيوي وفيتامينات، ده دوكسين وكوليستين الاثنين على بعض. تمام. فانا بحط منه الدواء ده بحط منه 12 ساعه ماشي. فده بتحط منه يا جماعه لمده 6 ايام، ولو انتوا لاحظتوا بقى عليه 6 شهور اهوت، يعني لمده 6 ايام. انا قلت لكم بقى في دكتور بيقول لك 6 ايام، في دكتور ممكن يقول لك 3 ايام او 5 ايام على حسب. طيب في ازازه تانية كمان اهي، ده احماض امينيه يا جماعه اهي، ده برده بتحط منها 12 ساعه. تمام كده. ده يعتبر كده مضاد، قصدي احماض امينيه وفيتامينات، وده دوكسين وكوليستين اهو الاثنين. كل نوع من ده بحطه 12 ساعه. طيب ده بنحط منه سنتي واحد على رطل ميه، اللي انتوا شايفينه ده بحط سنتي واحد على رطل ميه لمده قد ايه؟ لمده يا جماعه برده 6 ايام. ده بنحط منه 12 ساعه.
ده برضو اللي هو الدوكسين والكوليستين، ده بنحطه برضو 12 ساعة تانيين. يعني احنا بنقسم اليوم نص من النوع ده ونص من النوع ده. طيب ده بتحط ده يا جماعة، بتحط منه نص معلقة على رطل مية اللي انتوا شايفينه ده، يعني يعتبر ده البودرة. ده بنحط نص معلقة على رطل مية، انما ده بتحط سنت على رطل مية. تمام كده؟ ليه بقى؟ ده يعتبر مضادات حيوية وفيتامينات، يعني الاثنين دول يعتبر علشان الفرخ معاك يمشي كويس ويمشي صحته حلو. بعد كده انا ما بحتاجش لاي ادويه خالص يا جماعه، بنمشي بالخلطات الطبيعيه بقى ان شاء الله. بس هو اول يوم وتاني يوم، يعني يعتبر اول اسبوع بس معاكي، بنحط العلاج ده علشان الفرخ بيبقى لسه ضعيف ومناعته لسه بتبقى ضعيفه، فاحنا عايزين حاجه تنشط الفرخ معانا وتقوي المناعه بتاعته شويه، ما يبقاش الفرخ ضعيف وممكن اي شويه تعب ولا حاجه تبص تلاقي الفرخ يتعب منك يكش، ممكن لا قدر الله يموت. ده يا جماعه انا ماشي على طول كل دوره انا بجيبها بمشي بالطريقه ديت، ده عشان كده بسم الله ما شاء الله الفراخ عندي ما شاء الله بتبقى كويسه جدا، يعني ما فيش هنقول بقى ما فيش حاجه لا بتموت ولا في حاجه قليل قوي قوي. يمكن انا مشيت كام دوره معاكم يا جماعه، بسم الله ما شاء الله ما فيش حاجه منها ماتت. علشان كده يا جماعه بسم الله ما شاء الله، يعني انا لما بستعمل الادويه ديت او دواء الاستقبال ده الحمد لله بقالي كام دوره معاكم مفيش حاجه بتموت مننا. تمام؟ فعلشان كده يا جماعه انا بستقبل دايما معاكم اول يوم وتاني يوم على اساس ان انتوا تبقوا انتوا عارفين احنا بنستقبل الفراخ ازاي، عشان برضو انتوا كمان مفيش حاجه تموت منكم وتبقى الدوره ماشيه مظبوطه. وطبعا زي ما انتوا عارفين ان الفرخ غالي، الفرخ ب 13 جنيه، فيبقى حرام لو فرخ مات منه ولا حاجه، ده برضو بتبقى يعني خساره ليك. علشان كده يا جماعه عايزين نمشي المشروع صح او نمشي دوره الفراخ معانا صح، عايزينها تدينا احجام كويس. انا مش عايزه بقى، بس انا هدي الاول الدواء للفراخ تشرب لانهم كلهم، هحط كده نص معلقه ده كده يا جماعه، نص معلقه اهيت، لا هي المفروض ربع معلقه علشان الساقيه عندي نص رتل، فانا هرجع الكميه دهيت. انا كنت مفكره ان الساقيه رتل بس افتكرت ان هي نص رتل، هرجع بس واخليهم ربع معلقه ده كده يا جماعه اهو، ده كده ربع معلقه بلاش نص عشان الساقية طبعا نص رتل، فانا احطها كده اهو. دايما يا جماعة على طول الفراخ البيضة ديت مش عايزة تتحبس، عشان في ناس بتسأل بتقول احبسه، لا ده كده نص رتل. هنحط لهم بقى طبعا الدواء بيبوش لوحده مش محتاج ان انا اقلب ولا حاجة، يعني الفراخ برضو على طول دايما الجو برضو حر، دايما على طول تبقى الميه باستمرار قدام الفراخ. يعني ان شاء الله كده انا هحاول ان انا برضو اجيب لهم سقيه تانية وهجيب لهم علافه تانية، بس عشان هم لسه صغيرين فانا يعني حبيت ان انا احط سقيه واحده. فزي ما انتم شايفين اهو يا جماعه الفراخ ما شاء الله كلت وبتشرب اهيت، طبعا كان باين عليها ان هي فعلا كانت عطشانه، فالاحسن ان هي يعني تشرب كده عشان تشرب يعني ايه الدواء اكبر قدر من الدواء، يعني يبقى كويس لما يكون الفرخ عطشان ويشرب يبقى كويس. طيب الناس اللي هي كانت بتسال يا جماعه بتقول لي ينفع الفراخ اللي هي البيضه، تربيه الفراخ البيضه دي بتتاكل وتحبس زي الفراخ البلدي؟ ده يا جماعه ده فراخ لحم، يعني معنى اصح فراخ بيضه، احنا عايزينها يعني تشيل اللحم معانا، ما ينفعش ان الفراخ دي تتاكل وتحبس، ده ما ينفعش. الفرخ الابيض بالذات عايز يفضل الاكل قدامه ليل ونهار عشان يجيب معاك احجام كويسه ويكبر معاك بسرعه، سيب في كرتونه زي ما قلت لك مؤقتا حتى الكرتونه تفضل معاك لمده اسبوع، الفرخ يفضل ليل ونهار ياكل طول ما هو في قلب الكرتونه وايدله اللمبه والاكل والميه قدامه، ما تحمليش همه خالص. هنحمل همه امتى بقى؟ في لما الفرشه تكون مبلوله تحته او الفرشه مش نظيفه، ده ساعتها اللي هيتعب لك الفرخ ويخلي الفرخ يتعب منك لا قدر الله. تمام؟ انما طول ما الفرخ قدامه اكل وقدامه ميه، فرشته نظيفه، التدفئه كويسه له، انسي بقى يعني واتركيه ما يهمكيش، اتركيه. الدواء بتاعه زي ما قلت لكم يا جماعه بنديله 6 ايام، يعني بعد كده ايه يعني بمعنى اصح بيفضل ياخد عمر اسبوع علاج. بعد عمر اسبوع بقى بنبدا نديله خلطات طبيعيه، طبعا الخلطات الطبيعيه ديت انا هبدا معاكم ان شاء الله من اول يوم هندي فيه خلطات طبيعيه باذن الله، كل يوم هنمشي معاكم، كل يوم هتبقى فيه وصفه جديده. يعني الوصفه اللي هنعملها ان شاء الله هتعملوها انتم مرتين في الاسبوع او ثلاثه،
باذن الله يا جماعه. وباذن الله ما تنسوش برضو هنبدا بالخميره، يعني الناس اللي هي تركه الخميره او ما تعرفش عن الخميره حاجه، لا هنبدا باذن الله اول خلطه هنبدا بها باذن الله هتبقى يا جماعه الخميره ان شاء الله يا جماعه. دي اللي هتبقى شيء اساسي في الوصفات بتاعتنا علشان الفراخ تمشي معاك مظبوطه وتشيل معاك اوزان كويسه وتبدا كده من اول الدوره، لان طبعا الخميره يا جماعه حلوه جدا للفرخ، بتخلي الفرخ ما شاء الله بيشيل اوزان حلوه جدا وبياكل كويس معاك تمام. فان شاء الله يا جماعه يعني تاني يوم بقى هيبقى زي تالت يوم، ان عرفت ان شاء الله افوت بكره واصور لكم بعد بكره باذن الله ماشي. ان شاء الله لو يعني الظروف بقت كويسه كده وعرفت اصور لكم بكره ماشي، لان بكره طبعا زي ما انتم عارفين باذن الله ربنا ما يجيبش حاجه وحشه، هيبقى نفس الشيء اللي انا عملته النهارده هيبقى زي بكره بالظبط. يعني اليوم اللي انا ما صورش فيه اعرفوا يا جماعه ان انا ما عملتش حاجه جديده، هيبقى زي اول يوم احنا ما صورنا فيه تمام. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، اتمنى يا رب ان هو يكون عجبكم، لو عجبكم ان شاء الله واستفدتوا منه ولو بمعلومة ما تنسوش يا جماعة تعملوا الفيديو لايك، واللي لسه بشوف قناتي ياريت يعمل اشتراك للقناة ويفعل الجرس عشان يوصلوا مني كل جديد، وان شاء الله تابعونا في الحلقات الجاية باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.